Tiens, Bitcoin. مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. حدثنا الليلة وهو دائرة بن حمد. كانت لنا زيارة بإحدى الدواوير المجاورة لمدينة بن حمد، وجدنا ظاهرة وهي ظاهرة تهاجم السكينة، وهي عبارة عن ذبابات قصيرة في حجم الناموس، ظهورها ليلا بعد استعمال الإنارة. هذه الحشرات المضرة تلدع الإنسان وتترك فيه علامات في جسمه، علامات سامة. ولذلك الساكنة يناشدون المسؤولين من وزارة الصحة أو وزارة الفلاحة ورئيس المنطقة لمباشرة هذه الآفة ومعالجتها برش الأماكن بالأدوية كما هو جرى في جماعة مكارتو، حيث تم القضاء عليها. ولذلك فساكنة دواوير ولاد عبد القادر، ولاد شبانة، ولاد بني ريتون والبهالة تابع لقيادة أملال دائرة بن حمد، هم في انتظار التدخل السريع من المسؤولين لمعالجة القضاء على هذه الحشرات المضرة. فمعنا أحد إعلامي وحقوقي، ألا وهو السيد الرجي، الذي سنجري معه الحوار التالي، فلنتابع بعد الإعلان. حدثنا الليلة وهو بوجودنا بدائرة بن حمد في زيارة لأخينا الحاج مصطفى الرجي بمناسبة وفاة عمه تغمده الله برحمته، هذا الرجل الذي له صيت في قبيلة مزار. وبالمناسبة اكتشفنا واحد الحالة التي هي بالمنطقة كحشرات تهاجم الساكنة ليلا، كما يطالب الجهات المسؤولة بالالتفات إلى الدواوير. الحاج مصطفى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أما بعد، دوار ميلس جماعات وغرمات دائرة بن حمد هجمها الناموس مهدات دارة، أصبح الناس اللي يأكلوا في الماكلة وذاك شيء كتير. وهذا الناموس جا من ناحية الصبار، وكنت منه من السلطات المحلية والجامعة ووزارة الفلاحة يتدخلوا في الوقت المناسب، لأنه هاد الناس راه متلوش ينعسوا، متلوش يهجم عليهم على بهايم، ولاو ياكلوا حتى في الماكلة. نتمناو من الجهة المهنية، وزارة الفلاحة والسيد العامل والسيد السيد الباشا والسيد رئيس الدائرة يتدخلوا في الوقت المناسب، لأنه هاد الناس راه تمحنوا بزاف. نتمناو من المسؤولين يعالجوا هاد المشكلة في أقرب وقت، لأنه صبحوا الناس ما كاين عسو لا ليل ولا نهار، وهاد المبيدات قاتلة. الناس سبيطارات عمرو بها، اللي قرصتو وحدة كيصبح ياكل في لحمه كامل، وصبح الناموس كأنه بحال جراد. نتمنى من السلطات المحلية والجهات المعنية والمسؤولين يقوموا بالواجب كما قامت به الواجب الدرك الملكي. كنشكروا القائد السرية وقائد المركز بن حمد والقائد المركز براس العين وقائد السرية، لأنه حاربوا الإجرام بأنواعه. في هذه المناسبة ديال العيد وهذا العواشر، الدرك الملكي خدموا واحد الخدمة، كنشكرهم الساكنة، وكنشكرهم جميع المواطنين لهذا العام، كيفاش
كيفاش حركه الامن الدرك الملكي والامن في بن حمد عاش مرتاح. وكنشكروا الكولونير، وكنشكروا الكوماندار، وكنشكروا السيد الوالي اللي تبلاصه من ورا الوالي القاضي مشكور. كنشكروا هاد الوالي، وكنشكروا الشيف سيسي، وكنشكروا القائد السرية الدرك الملكي، كنشكروا الدرك راس العين، كنشكروا الدرك ديال بن حمد على هاد المجهودات الجبارة اللي داروا. اليوم صبح الناس كتدعي في المساجد وكتدعي للدرك الملكي على التدخل اللي داروا في هاد المناسبة. محاربة الإجرام حاربوه بجميع أنواعه، ما كاين مسؤول ليل لا نهار. حنا كنشكروا المسؤولين على هاد الالتفاتة اللي تاخذوا ليها في بن حمد. الأمن الوطني مشكور، والدرك الملكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.